كمان خبر تاني شغل الرأي العام اللبناني، يمكن أكثر من أحداث طرابلس، وهو تعيين الفنانة هيفا وهبي سفيرة وزارة الاتصالات للقضايا الإنسانية. هلأ اللي لفت نظري هو أنه لقب سفيرة القضايا الإنسانية ما أعلن اليوم تعيين الفنانة هيفا وهبي سفيرة الاتصالات للقضايا الإنسانية. شو يعني؟ ما فهمت يعني انه يعني واحد اذا خلص سولينس بدي اقول لها هيفا بتشرج له الخط يعني ما الو هيفا بليز خلص سولينس في مجال كعمل انساني تشرجي له الخط، او مثلا اذا واحد مثلا بعد معه الاباري القديمه تبع النوكيا بتجيب له ايفون 5 تعاطفا معه، او مثلا اذا مش شغال 3G شو ممكن تشغل له ال4G هي عن جد لعب غريب بس بالبقى شو ما عملت هيوفا. انا بعتقد الموضوع له علاقه بي انه اذا عم بتسوق ما تطلع بتليفونك ما ترد ولا على مسج حتى لو من هيفا. انه من كل عالك يعني انه ما رد عليك لو من هيفا، والله مستعد اقتل العالم اذا اجاني مسج مني. يا حرام، انا افضل اقول don't sex and drive. خبرني هيوفا عم تخيل انت عم تسوق يطن مسج من هيفا، والله وقف الدنيا كلها. يمكن هذا الشيء مفروض يكون من مسؤوليه وزاره الداخليه، لانه يلي بيسوق وبيبعت مسجز لازم ينعمل له ضبط، ضبط محرز، وهذا الضبط بيعمله شرطي السير التابع لوزير الداخليه يلي رح نستقبله معنا باستوديو بعد الإعلان.